قررنا لا نستفيد من وراء العملة. الاستثمار اللي بيحطه العميل لجرنادا احنا بنرده للعميل بعد 5 سنين كاملة. استثماراتنا هي في عن طريق شركة اسمها أورا ديفلوبرز. أورا ديفلوبرز دي موجودة في معظم أنحاء العالم. عندنا مشروع استثمار تتعدى 3 مليار دولار. شركة أورا ديفلوبرز ده الهيئة الاستثمارية للعقارات في ضمن مجموعة نجيب ساويرس، قريب للقلب المهندس نجيب جدا، اللي هو استثمارنا في جرنادا. أول حاجة عملناه اللي هو فندق سيلفر سانس، وخد أحسن أوردز بالنسبة للأركتيك والديزاين والسيرفيس على أهم بيتش في جرنادا اسمه جراند أنسي بيتش، هنبني عليه 100 و120 أوضة.